اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده الاكل صحي، واحنا عندنا يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل صحي، وعلى باب التلاجه كده نكتب على ان في يوم في الاسبوع نقدر نعمل الاكلات اللي احنا نفسنا فيها ولكن نعملها بطريقه صحيه. النهارده معايا المطبخ بسيط وسهل، الشوفان هو بيلعب دور كبير جدا في الاكلات الصحيه بما ان هو الياف فعاله وغير فعاله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكنسه المعده، بيخلصنا من الكوليسترول، بيخلصنا كمان من الدهون الزياده اللي في الاكل بتاعنا. النهارده هنعمل كفته الرز بالخضار والشوفان، اكيد لها تفاصيلها وهنشوف نعملها مع بعض ازاي مع رز مصري مسلوق في ميه وبعد ما اتسلق صفناه من الميه كاننا بنسلق مكرونه، وطبعا بيمر مرحله التبريد وهنشوف هنشتغل مع بعض ازاي في عمايل. معايا كمان النهارده الاومليت بالشوفان، طبعا ما الاومليت ده مدرسه، يتعمل بالمشروم، يتعمل بالشوفان، يتعمل بالخضار، يتعمل بالبصل، يتعمل بالبسطرمه. هنعمله النهارده بالمشروم، والمشروم مصدر غني جدا للبروتين النباتي، لطيف وجميل، والمشروم مفيش مشكله منه خالص لو احنا حتى اكلنا منه في صبح وليل وعشاء. معانا النهارده بقى المفاجاه، الكيكه بالجزر، هنعملها بتفاصيلها وحقوق الطبع لدينا وبس. هعملها النهارده، اعتقد ان انا عملتها قبل كده، ولكن المره دي الكيكه بالجزر انا عاملها بتفاصيل تانية خالص، مع الشوفان مع الجزر مع الكرمله، اكيد هتعجب الصغير والكبير وهتكون في نفس الوقت كمان بطريقه صحيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. المطبخ النهارده صحي بنسبه تقريبا ل 80 ل 90%، ولكن نقدر ازاي نعمل اي اكله احنا نفسنا فيها نعملها بطريقه صحيه. هستاذن حضراتكم نروح فاصل صغير، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الاخوه الزملاء في الكنترول وفي الاستوديو، فين اللحمه وفين الفراخ وفين السمك؟ المطبخ مش مطبخ فراخ ولحمه وسمك، ما انا عندي مصادر تانيه للبروتين والنشويات والكربوهيدرات، وممكن البروتين الحيواني كمان موجود في حاجات زي البيض. البيض ما هو منتج جيد جدا للكالسيوم والمعادن والحليب اللي انا هستخدمه في الكيكه، فمش لازم الهوبر النهارده يا شباب. النهارده هنبدا الاول بمقادير عمل الكيكه بالجزر مع التركايه والتفاصيل الجديده لاول مره وحقوق الطبع لدينا وبس، وهنتنينا نقول ما زال حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. معانا جزر مبشور، معانا سكر وحليب، شوفان، دقيق، بيض، المقادير بالكوب والمعلقه على الشاشه. دايما في مقادير الحلويات حريصين ان احنا نكتب المقادير بالكوبايه والمعلقه بدون اوزان عشان تبقى التفاصيل واضحه. ومعانا الزيت من معلقتين لربع كوبايه، مفيش اي مشكله، ممكن تستبدليه بزبده او بسمنه. المقادير على الشاشه، صوريها مع اللون البرتقاني الجميل ده، وعلماء النفس قالوا لك ان باللون البرتقاني بيفتح الشهيه، يعني نفسه مقفول عن الاكل ما ياكلش طرشي، يبص للون البرتقاني على تيشرتايه بقى على قميص ايا كان. المقادير على الشاشه، تعالوا نشتغل مع بعض كده ونشوف نعملها ازاي لاول مره بطريقه جديده. اول حاجه هكرمل الشوفان مع الجزر، هو ده الكلام، كرمله الشوفان مع الجزر سمع هس. تعالوا نشوف هنعمل ازاي كيكه بالجزر لاول مره بالطريقه دي. هنجيب القالب، والقالب غالب معانا دهناه طبعا ماده دهنيه مع شويه دقيق كده وخلينا على جنب. حلو الكلام. هناخد السكر، يعني تقريبا يا عم الشيف شويه دول كفايه، ربع كوب. هنخليهم على النار، ما نحركهمش كتير، مع نار شديده كده، حلو، لغايه لما اخد اللون المكرمل او الشكل المكرمل. بحط الأمانة معلقة مية صغيرة، معلقة المية الصغيرة هنا بتمنع مرارة كرملة السكر، دايما لما بنعمل كراميل أو كريم كراميل بيمرر معانا شيف مغازي، دايما لما تعمل الكراميل لكيكة اللي هي قدرة قادر أو تعملي كريم كراميل حط معلقة مية صغيرة كده لتقريبا بس كفاية، ده حتى المية كتير كمان، نص معلقة كفاية، وسيب الكرملة تطلع بتاعة السكر. حلو الكلام. معانا الشوفان، بناخد نص الكمية دي، معانا جزر مبشور، بناخد نص الكمية دي مع بعض كده، ونشوف ايه الجديد النهاردة في عمايل الكيكة بالجزر.
انتظر كده هسة لغايه لما الكرمله بتاعت السكر. حلو اهو، بحط على السكر ده شويه فانيليا عشان ريحه الكرمله بتاعت السكر، نص الفانيليا كده للسكر والنص التاني للبيض. كده اللون حلو. لحظه الولاده للكراميل بتاع السكر، كراميل يعني كريم كراميل، الكريمه اللي هي الحليب والبيض. اللون ده حلو قوي. ننزل بالشوفان كانك بتعملي الفوليه اللي بناكلها في المولد في المناسبات الحلوه. ادي الشوفان طلع معايا، معايا شويه جزر نص الكميه برضو، ده الجديد بقى. انا عايزك لما تعملي حلويات في البيت تعملي الحلويات اللي انت لو رحت عند اي باترينا بتاعت واحد حلواني او اي محل بحلويات المشهوره والغير مشهوره بتلاقيهاش عنده. لف حلويات مصر كلها والوطن العربي، ولما بقول الكلام ده بقوله عن ثقه، لا هتلاقي كيكه بالجزر ولا كيكه بنفس الطريقه دي، هتلاقي دست الجاتوه، هتلاقي طرط اشكال والوان، هتلاقي اختراعات كتير، افتكاسات كتير، فلسفه كتير، ولكن مش هتلاقي الا الكيكه بالجزر بالشكل ده ولا اي حاجه. نقلب كده، طعم الفانيليا مع الجزر مع الشوفان مع الكرمله على النار. طبعا نمر بعمليه التبريد المفاجئ اللي احنا بنجيب كاسرولة طالعه من التلاجه مثلا او بدرجه حراره المطبخ بالشكل ده كده. ناخد الخليط ده يا عم الشيف ونحطه هنا كده. طبيعي السكر الكرمله لما بيتعرض لعمليه التبريد بتلاقيه على طول كلكع. دي مدرسه الفوليه او مدرسه السمسميه او الحمصيه لما بنيجي نعملها. حلو الكلام. ونسيبهم كده نخليهم اجزاء اجزاء عشان هنحطهم في قلب الكيكه بتاعتنا. على ما نحضر ونخلط بقيه المقادير الجافه والسائله هيكون ده جامد معايا، باخده احطه في قلب القالب. شفت الجو ده كده؟ هو ده. اخترعتش انا حاجه، كل التفاصيل صغيره تقدري تعمليها بسهوله خالص، مش اختراع. حلو الكلام لغايه كده زي الفل يا عم الشيف، الله ينور عليك. هنخلط بقيه المقادير بتاعتنا الكيكه. بنجيب كاسرولة او مضرب كده زي الفل، وتعالوا نشتغل مع بعض. البيض هنا المقادير مع حضراتكم، ثلاث بيضات بالشكل ده كده. البيض يطلع من التلاجة مسبقا قبل استخدامه اذا هو في التلاجة. طبعا في الصيف لازم يكون البيض في التلاجة. نخلط كل دول كلهم مع بعض، وانا بخلط البيض عشان يكون سريع الخفق ويديني نتيجة بسرعة. بحط السكر واقلب. اتعلمنا كده من الشيف المغازي، هتلاقي طلع معاك القوام مباشرة اهو. الله. الفانيليا على البيض عشان نشوف القوام ونشيل الزفارة بتاعت البيض. نبص على القوام كده، ده بيقول ان البيض بتاعنا سليم. لو البيض قطع معاك هنا معناته ان البيض فاسد، ما ينفعش تستخدميه. بالشكل ده كده اهو. موضوع بسيط خالص. زي الفل تمام. حلو. ننزل بالحليب واحد كوب ونقلبهم. بالزيت دول كتير شويه، نقلل كده كفايه قوي. زي الفل. بايدك انت زودت الدسامه، قللت الدسامه بايدك. لغايه كده زي الفل يا عم الشيف. ناخد الدقيق مع البيكنج باودر نقلبه كده. دايما المواد الجافه مع بعضيها، دقيق بيكنج باودر بالشكل ده كده. بناخد الخليط ده نحطه هنا كده، ونحط معاه شويه شوفان، ونخلي شويه نحطهم على وش الكيكه بتاعتنا ونقلب كده. هتقولي ليه دي صحيه بنسبه كام؟ مش بتضحك علينا يا مغازي؟ اذا الكيكه فيها زيت وفيها بيض الصفار مع البياض، احنا اتفقنا من البدايه خالص الوقايه خير من العلاج. في اكلات ممكن تكون صحيه وهيلث بنسبه 100%
وفي اكلات ممكن تكون بنسبه 90%. المهم في الاخر المجموع بتاعنا والنسبه بتاعتنا مرحله اولى من الايه؟ من التنسيق. اهو شايفين القوام ده كده زي الفل يا عم الشيف. اهو هي عايزه شويه الدقيق دول كمان زي الفل. نقلب الخليط ده كده. اللهم صل على النبي. حلو تمام. عند الجزر ملاحظين حاجه هنا؟ القوام بتاعي معايا سميك شويه لان في جزر هينزل هنا. الجزر ده يعني سوائل اهو. جزر يعني فيتامين سي، مفيد جدا للبشره، مفيد لنضاره البشره، مفيد للعين. كل دول مع بعض يا عم الشيف. مش هنقلب بمضرب كده سريع كده. في حاجة احنا ناسيينها، الكراميل بتاع السكر والجزر جاهز معانا. لاحظين حاجة هنا؟ اه زي الفل. ناخد دول كلهم مع بعض واحدة واحدة مع بعض واحنا شغلنا. درجة حرارة الفرن عندي 180، جاهز الفرن. الله قوام كده اهو زي الفل. جزر دايما لو هتحطي حاجة فيها سوائل زي جزر أو تفاح أو فراولة جوه كيكة هنا تقلل السوائل. فكرة عمل البشاميليات ومهرجان البشاميليات، كوسة بالبشاميل يعني البشاميل تقيل، مكرونة بالبشاميل يعني البشاميل خفيف. علل ولماذا؟ لأن الكوسة بتدينا سوائل، الباستا بتدينا نشويات وهكذا. عندي القالب بتاعي بحط كده في أرضيته شوية شوفان. حلو قوي. ناخد مقدار الكيكه ده كده ينزل في قلبيها كده. الصوره حلوه معانا يا شباب زي الفل. ننزل بمقدار كده الكيكه اهو واحده واحده. واحده واحده. درجه حراره الفرن عندي 180، خلي بالك ننزل بكل المقدار كده اهو بالسبتيولا بتاعتي كده علشان ما فيش حاجه ايه تقعد معانا، احنا اولى بيها اهو. جهزيها وحضريها بقى. جوزك رايح على الشغل ياخد له قطعه منها مع كوبايه القهوه، هيدعي لك طول النهار. لو اتاخرت عليه بالغدا انت مصبراه. ابنك راجع من المدرسه والامتحانات دلوقتي شغاله بيقولوا لي، يعني تقدري برضه تصبيره للاولاد. الكيكه هنا جاهزه زي الفل. نرجع بقى للاختراع اللي عمله الشيف المغازي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحلاوه بقى اهو. ناخد ده كده نفس القصه اهو في قلبيها اهو. شفت الشقاوه اهو. طبعا السكريات والكراميل والشوفان اللي اتكرمل جوه مع الجزر مديني فليفر حلو قوي على فكره. على فكرة احنا ممكن نخلي شوية دولت الأولاد كده يقرمشوهم بقرمشات يعني زيها زي الفولية زي السودانية زي السمسمية. حلو الكلام. هزة بالشكل ده كده. شوية الشوفان بتوعنا على الوش وندخلها الفرن في درجة حرارة 180. ألف هنا وشفا للي ياكل. عينيا زي ما هي كده يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180. للأمانة هعمل حاجة لطيفة قوي كده. هتقولي لي إيه ديت؟ دي سنة بابريكا كده. بتكسر طعم الشوفان وتخليني إيه؟ ناكله كله. درجة حرارة الفرن عندي 180. مكانها فين في الفرن يا عم الشيف؟ هو ده نفس الموضوع أهو. وأنا واقف عند الفرن كده أهو. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، هي دي كده مكانها. درجة حرارة الفرن عندي 180. كيكة بالجزر فيها كل العناصر الغذائية الموجودة اللي هي بتناسب الصغير والكبير حسب أعمار أفراد الأسرة. ربنا يخليهم لنا يا رب. هنرجع بعد الفاصل هنعمل كفتة الرز بالخضار برضو بمدرسة المغازي. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع أكلات صحية. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة. والأكل النهاردة صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك يا أبو غازي. تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنعمل كفتة الرز بالخضار مع قليل من الشوفان. التوبنج بتاعنا بديل للبقسماط أو بديل للرقائق الذرة، الموضوع بتاع البانيه اللي احنا عارفينه. المقادير: كوسة متقطعة صغير، وجزر متقطع صغير، ورز مصري متقطع صغير، وبقدونس وشوفان وبيض وتوم وبصل وشوية البهارات بتاعتنا. وللأمانة معايا بصل أخضر، ودي مش موجودة في المقادير، هناخد العروق بتاعته. موجود مش موجود؟ الشيف المغازي انتوا عارفين دايما بيجود في الموضوع علشان الوصفة ما تنسهاش. اللي هي مدرسة المغازي ايه؟ ان انت اتعلمت حاجة في طريقة معينة من الأكلات، ضيفي بصمتك انت او التركية بتاعتك انت، تقومي تتوجيها وتتوثق باسمك انت. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. نأمن على الخلاط. تمام زي الفل يا عم الحاج. هناخد الرز بتاعنا ده كده، بنسقطه في الكبة. معايا طاسة على النار بتسخن، نزل الرز ده المستوي. سلقنا رز كأننا هنعمل السوشي، اللي هو بنسلق الرز في معلقة خل وشوية مية بدون ملح اهو، لان احنا هنضيف هنا البهارات. الرز يوم يستوي معايا كده ويبرد يبقى معايا بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ تمام. بنزل بالبصل، بنزل بالثوم، بصل وثوم، مش هنزل ببهارات، اقلب دول لوحدهم الاول. واحنا مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اسفين للازعاج. هنقلب الخليط تاني كالعادي كده اهو. الرز لما يتسلق هنا يا ست الكل، في الخطوه دي في الوصفه دي، لازم الرز يتسلق بدون ملح، وتسيبيه لما يبرد وياخد راحته خالص في التبريد. كنت عامله امبارح باميه، كنت عامله ملوخيه، عندك شويه رز، مش هيقولوا لا. تاني بس خلاص، آسف للإزعاج. مهم جدا خلط الرز جيدا مع البصل والثوم. وجود البصل والثوم في قلب الرز بيدينا سوائل يساعد على سرعة اختلاط الرز وسرعة ايه طحنه. خلي بالك السكينة، خليها على جنب لا تعور ايدك. شفت الرز نازل عامل ازاي؟ اهو ده. الله، رز المصري ده حكاية. اخواننا في الصين وفي اليابان فطور غدا عشاء، المصريين يصبحوا عليهم في الوجبة الأساسية بتاعتهم اللي هي السوشي، عامل زي الكشري عندنا كده اهو. تقولي لي بقى السوشي يتعمل برز بسمتي والفلاسفة؟ خالص ما ينفعش، لازم رز مصري. نزلنا بالرز بعد ما طحناه مع بصل وتوم، تاهت البصل أو التومة في قلب الرز. بنبدأ نبهر الكفتة بتاعتي. البهارات طبعا كلنا عارفين ان هي بتنشط الجهاز الهضمي، مفيش منها مشكلة خالص، لا بتزود ولا بتقلل في الوزن، ممكن بتفتح الشهية خلي بالك. ولكن طالما بعمل كفتة استغل الكركم. الكركم حاجة مفيدة جدا، ينقي الكبد من السموم والدهون، فليه ما نستخدموش. الزعتر في ليفر لطيف وجميل للمعدة. ملح وفلفل، احنا مش حاطين ملح في سلق الرز، ولو انت كنت سلق الرز وفي شوية ملح يبقى في كنترول على الملح، ده اختياري. هنقلب دول كلهم مع بعض.
احنا بس عايزين نشوف اللون ايه قبل ما نضيف اي حاجه تانية خالص. هو ده زي الفل يا عم الشيف كده لغايه دلوقتي. اه ده الرز بتاعنا، نبدا ندلعه بقى. عندي كوسه، عندي جزر مبشور او قصدي متقطع كريات صغيره يفضل يعني، عندي شويه كزبره على شويه بقدونس، كل دول مع بعضيهم زي الفل، معلقه معجون طماطم او معلقه كاتشب في قلبيهم، معانا من البيض 2 بيضة في قلب الخليط، اللهم صل على النبي. ممكن تحط البياض بس على فكره، وده اختياري البياض بس مفيش اي مشكله، شويه حليب، ونعجن كل ده بايدينا، واحنا بايدينا نقدر نتحكم في كل حاجه بنعملها. الله، تعال نعجن الخليط ده كله مع بعضه. آه. طحن الرز جيدا هو اللي هيلعب دور البطوله دلوقتي في تماسك الكفته. آه. عند الطاسه سخنه على النار، شديده الحراره على النار. لما نيجي بقى ندرس ونشوف ايه مكونات الكفته دي، بتدور على بروتين حيواني فيها، هتقولي لي فين؟ انت شايفه لحمه في البيض، بروتين كالسيوم، لا الصغير يقدر يستغنى عنه ولا الكبير، الجزر، الكوسه، البقدونس والكزبره، كل دي الياف وقيمه غذائيه عاليه جدا. الرز بتاعنا مش محتاجين نتكلم عنه، العالم كله يشهد له بمصدر غني جدا للكربوهيدرات والنشويات. البصل والثوم شهادتنا معاه مجروحه، قيمه غذائيه عاليه جدا، الدرانيات زي البصل والثوم والجنزبيل. الخليط بتاعي معايا جاهز زي الفل. تسلم ايدك يا عم الشيف. عندي شوفان اهو، باخد الشوفان اخليه هنا كده. حلو، بعطر شويه الشوفان دول بشويه بهارات كده، زعتر الشوفان، ركز معايا عشان الموضوع هنا بقى ايه، فيه شويه ابداع، بابريكا على الشوفان، شويه كركم على الشوفان، شويه بهارات على الشوفان، واقلب الشوفان ده يا عم الشيف. وعندي طاسة شديدة الحرارة، دي مش مية يا شيف يا فاروق، مية يا ويلي، ده حليب، سمي بسم الله، حليب والدسمة فيه قليلة. بإيدينا. تاني، يلا ما خدش باله من الأولى، نحط المراحل كده مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة يا عم الشيف علينا. شفت بقى اخد كده جزء اهو، تاني اهو، واحطها في الحليب. ده حليب، اخدها كده واعمل اقراص كده زي اقراص البرجر. واحطها في الحليب. ليه حطيتها في الحليب بيسالني المخرج بقى، ليه ما عملتش زي المدام ما بتعمل بيض وحليب وعليهم شويه بهارات؟ انا بحاول بقدر الامكان بخش في تفاصيل الاكله ومفاتيح الاكله واتخلص من كل حاجه ممكن تؤدي للدسامه. انا كفايه البطين اللي حطيتهم مع المقدار اللي احنا شفناه مع بعض، زي ست الكل اللي اتصلت من شويه الاستاذه قريش قالت لك كل العناصر الغذائيه اللي موجوده هنا اقدر استفيد بيها. اهو شفت ازاي ادي الخلطه، وناخده من الحليب بعد كده نسقطه في قلب الشوفان. عندي طاسه شديده الحراره، ما جبتش بقى بقسماط والبانيه اللي احنا عارفينه. اهو وحقوق الطبع لدينا وبس. تاني. نعم، تبص بصه عينيا المخرج، عايز يبص بصه على الكيكه وصلت لفين، الابداع الطهوي جوه الفرن، انا هسيبك تتغزل فيها. صلي على الحبيب قلبك يطيب، بالله عليك يا راجل يا طيب.
العب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت كرمله السكر ودتنا فين؟ ودتنا في حته تانيه خالص، هرم من الابداع الطهوي. اه شغالين كده. اقفل الفرن، اقفل الفرن، اقلل النار، اقلل النار. حلو الكلام. نرجع تاني واحنا شغالين. واحده واحده. في قلب الشوفان. في قلب الشوفان. في قلب الشوفان. ما دي معموله في الشوفان. ركز معايا يا فاروق، الله يرضى عليك حبيبي. تاني. تغليفه الشوفان دي مهمه جدا. طاس على النار، بيسالوني دلوقتي في الكنترول، هتحمرها في الزيت ولا تدخلها الفرن ولا تشويها ولا تقليها؟ والله في ثلاث طرق لعمليه السوى، في طريقه صعبه من الثلاثه. الطريقه الاولى سهله اللي انا هقولها دلوقتي، اللي هي طاس على النار بتسخن، بحط فيها شويه زيت واحمر الكفته دي وبعدين ادخلها الفرن تكمل سواها. دي طريقه سهله. الطريقه الثانيه ان انا ارصها في صينيه على ورقه من الزبده وادخلها اشويها في الفرن. دي خلي بالك هنا لازم تكون خبرتك الطهويه عاليه جدا عشان عمليه السوى وعمليه تغيير اللون. الطريقه الثالثه صعبه جدا وانا بفضلها بصراحه، صحيه 100%. ما هي يا اخي؟ حله على النار اللي هو حمام ميه بتاعت الكسكسي، ونحط عليها مصفى، ونرص الكفته دي في المصفى ونغطيها ونسيبها تستوي على البخار. اذا نسمي الطريقه دي ايه؟ تسويه على البخار. دي صعبه شويه وبتاخد وقت شويه. اللي عايز ياكل اكل صحي يعمل الكفته دي وعلى مسؤوليتي، فيها كل العناصر الغذائيه اللي احنا لو عملنا عليها ابحاث نلاقينا ما نقدرش نستغنى عن اي حاجه فيها. نعم يا غالي، بقول لي يا راجل لو حطينا فيها لحمه وفراخ. تاني اتكلم من الاول، اعيد الكلام. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع، وسيبوني انا بقى اعيش مع الكفته الحلوه دي كده، عشان عايز اعمل كميه حلوه عشان اخبط على جيراني والجار اللي جاره. صباح الخير يا ام احمد، شفت النهارده الشيف المغازي على القناه الاولى عمل الرز كفته بطريقه جديده اللي بيبات عندنا، بتاع الملوخيه وبتاع الباميه. هاخد بعض واطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف هنساوي الكفته لاختراع الطهو ده ازاي. ولما بقول تفاصيل صغيره ولكن الطعم كبير والطعم جديد، الكلام ده بننفذه عملي على شاشه القناه الاولى. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل من مركز الإبداع الطهوي عند الفرن. الفرن ده بيبين حاجات كتيرة قوي. الكيكة بتاعتي طبعا حطيتها ومجهزة على الخشبة. مخرجنا عايز يشوفها كده زي الفل. عاملة كيكة بالجزر، عاملة كيكة بالبرتقال، عاملة كيكة بأي فليفر انت حباه. ده يفضل ان انا ما اقلبهاش على طول، هنقلبها مع بعض دلوقتي حالا، بس بقى تهدى شوية كده علشان ما تتكسرش منك. ده الطبيعي، هي على الشاشة قدام حضراتكم. تعالوا مع بعض نشوي الكفتة بتاعتنا. حلة على النار، اللهم صل على النبي، ونحط فيها قليل من الزيت، ونحط مع الزيت ده. للأمانة بعمل أكل صحة، بس ده ما يمنعش برضه بحط مكعب زبدة صغير. يعني أنا لو مش بعملها رجيم هحط كمية كبيرة. خدتها زي ما هي كده. الله الله الله،
الله اهي شفت الحلاوه دي كده اهي. زي الفل يا عم الشيف. عمليه التحمير دي سريعه. هتدخلها الفرن دلوقتي بعد ما نقلبها القلبة التانية. وحقوق الطبع لدينا بس. مش لازم كل يوم كفتة من عند الحاتي. معمولة بقى باللية، معمولة بالدوش. كل ده مع بعضه على النار. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الأومليت بالمشروم. مقاديره على الشاشة. ولكن النظافة الأول يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. اه واحدة واحدة كده. اه مطبخك رايق انت رايقة. مطبخك فايق انت رايقة. اه مقادير الأومليت بالمشروم. مشروم واحنا في موسم المشروم دلوقتي موجود عند الفكهاني عند بتاع الخضار. الله على الكفتة، الله على الكفتة وجمال الكفتة. نعم حاضر يا غالي، حاضر حاضر. عايزني اقلبها. ما ينفعش اقلبها دلوقتي. درجة حرارة الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. حلو. بجهزها عشان احطها على الشبكة بتاعت الفرن. واحنا شغالين مع بعض نقلب واحدة واثنين وثلاثة، احنا ورانا حاجة. ربنا يبارك لنا في الوقت. خدها قاعدة، قاعدين في العمل، قاعدين في المكتب، في موقع العمل، أيا كان كل واحد مننا طالما هو بيشتغل الوقت بيعدي بسرعة. قاعدين بقى بنتكلم وبنقضيها كلام وحكاوي الوقت طويل. ويقول لك الوقت ليه طويل كده؟ واليوم ماله طويل كده؟ بالعكس ده احنا بنقعد مع بعض ساعة زمن بتعدي هوا. بص على الحلاوة. بص على الكرملة بتاعت الشوفان. شوف الرز كل المحتويات اللي موجودة في قلبه. آه. المخرج منتظر ان هي تفك مني. ليه؟ عينه واخدة على البيض والبقسماط في البانيه. انما الفكر الطهوي الجديد للشوفان بديل للبقسماط ما مرش عليه. بظلمك انا معايا يا فاروق. شايفين الحلاوة دي؟ شايفين الروان ده؟ اه هو ده. درجة حرارة الفرن عندي 180. بدخلها الفرن وانساها شوية على ما نشوف ايه قصة الأومليت ده. عشان ده مدرسة. نعمين؟ اه طبعا فوق. الله عليك. اه هو ده. اه هو ده. اه حلو. في درجة حرارة 180 ونسيبها كده في نار هادية تتشمع وتبقى لطيفة وجميلة. تبص عليها، بص عليها نظرة الوداع. مش الوداع الوداع يعني، هنطلعها بعد شوية 10 دقايق تقريبا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي الأومليت بالمشروم. حلو الكلام؟ شفنا المقادير يا أستاذة رحاب؟ ولا نشوفها تاني؟ طيب حاضر. شوفان، مشروم، بصل، ثوم، بلانشا أقطع عليها. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. اه معايا مشروم لونه جميل على فكره. على فكره ده ممكن تاكل ني. اخواننا في اليابان وفي الصين بياكلوه ني. اه الله. اه شوفان مصدر غني جدا للبروتين النباتي، امن. ناكل منه زي ما احنا عايزين. مريض سكر، مريض ضغط، ياكل منه بقلب جامد. نعمله في الطبق الاومليت ماشي، نعمله مع الرز ماشي، حشوات الكوردون بلو ماشي، مع السي فود ماشي، شوربة المشروم بالكريمة دي مدرسة، شوربة الدجاج بالمشروم دي مدرسة، سلطة المشروم بزيت الزيتون والثوم دي مدرسة. سبانخ بالمشروم يعني بروتين نباتي وحديد، اكتملت الحدوتة. كل ده يتقطع مع بعض. اه حلو الكلام، حلو الكلام. الله الله على الحلاوة. ده المشروم.
نحط عليه شوية ثوم. ثوم يعني مضادات أكسدة. ثوم يعني تنشيط الدورة الدموية في الأجزاء الدقيقة للجسم. بصل نفس الصفة. جنزبيل نفس الصفة. بقدونس مش نفس الصفة. بقدونس للجهاز الهضمي مفيد جدا. سنة من الشبت الصغيرة تكسر طعم المشروب. كل دول مع بعض يا عم الشيف. نعمين؟ لا دي مش شكشوكة. لا لا لا، شكشوكة يعني بصل وطماطم يا أستاذ. ده الفلفل. الله حابب أحط شوية بابريكا. الملح دايما بالسالب في الأومليت بالذات، عشان كده لما نروح أوبن بوفيه ونلاقي الراجل الطيب عامل شو مع البيض أشكال وألوان، يقول لك عايز ملح زيادة ولا ملح قليل، عايز خضار ولا عايز لحمة، عايز جبنة ولا مش عايز جبنة. دي البهارات اهي زي الفل. كل ده نقلبه مع بعضه وده جاهز معانا. هنشتغل بقى في ايه موضوع البيض ونشوف ازاي هنعمل الاومليت مع بعض. حلو قوي. خليه على جنب كده. وادي البيض بتاعنا دول كده زي الفل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واحدة أخيرة؟ ماشي. على البيض ده شوية حليب طبيعي علشان تبقى السمكة بتاعته لطيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص. بنحط على البيض والحليب ده يعني كده واحدة. شكرا زي الفل. رشة فلفل اسود علشان الزفارة، مش هنحط فانيليا. اوعى ايدك تاخدك على الفانيليا وتحطيها. كل دول بنقلبهم مع بعض. وعندنا طاسة شديدة الحرارة، طبعا انا سبته للاخر علشان ايه احنا مع بعض نعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة. ونقلب ده كويس كده. زي الفل يا عم الشيف. وعند الطاسة شديدة الحرارة نشتغل مع بعض هنا قريب. معانا الزيت. واحنا شطار جدا في عمايل الأومليت. معانا المشروم بتاعنا. ونتسلى واحنا واقفين مع بعض كده. بس خلونا نطلع الكفتة من الفرن. اللهم صل على النبي. نبص على الحلاوة ونبص على الشقاوة. ايه الحلاوة دي؟ تسلم ايدك يا مغازي. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي. حاضر. مخرج عايز يشوف الكيكة دي. والله بص يا راجل يا طيب، انا هعمل لك اللي انت عايزه. بس للامانة اقول يا رب. هقلب الكيكة. ايه رأيك؟ نقلبها مع بعض؟ هي باردة خلاص. صلى على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. ايه الجمال ده؟ انا عايزها بقى كده على ايه؟ على الارضيه بتاعتها دي الجميله الحلوه دي، عاجبنا قوي الشكل ده. نعم. طلباتك كترت قوي على فكره. كده تزعلني منك. عيني. حاضر يا فندم. طلعها على الكنترول. جيب لي اذن من الاستاذ احمد عوض. حاضر يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عناصر غذائيه عايز تدور فيها كل حاجه حلوه ممكن تلاقيها. يلا صورها وطلعني معاها. تعالوا نشتغل في الاومليت مع بعض. شيل ده كده ملوش عوزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاسه بتاعتي. شويه الخضار بتاعنا. احنا شغالين كده واحدة واحدة.
كفتة نغرفها مع بعض واحنا شغالين مع الاومليت عادي اهو زي الفل. نجيب سيرفيس حلو للكفتة دي تستاهل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ كفتة الرز بالخضار والشوفان. واحدة واحدة كده واحنا شغالين مع بعض اهو. اللي ياخد قرص من دي هيدعي لي شريحة بطيخ واتغدت. أحلى غدا. البطيخ طبعا السوائل بتاعته مفيدة، مفيش منه مشكلة خالص برضو، لا مريض سكر ولا مريض ضغط. الأبحاث العلمية اللي قالت كده، والعلم لما يتكلم سمع. هس شيل دي من هنا، حط ده هنا كده. عينيا يا غالي. حاضر. عايز اشوف الاومليت. والله بقى اتحرق. دي بتاعت ربنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق التاديب. الف هن. نعمين. نخلص يعني؟ نجري؟ طب اوريك حاجة حلوة من دي اللي انا بعملها دي. كمان واحد كده على السريع اهو واحنا شغالين اهو. شوية زيت صغيرين اهو. انت ممكن على فكرة ننهي الحلقة وتسيبني انا اعيش مع الاومليت ده، لان ده فطار النهاردة اهو. في كل حاجة اهو. طاسة شديدة الحرارة على النار. نحط البيض كده اهو. شوية دول. عينيا اهو. زي الفل. عشان احنا وقتنا خلص والوقت بيعدي بسرعة مع الأحبة ومع الصحبة الطيبة. عملنا كيكة الجزر بتفاصيلها شايفين حضراتكم ازاي طالعة معايا. عملنا كفتة الرز بالخضار لطيفة وجميلة، وجبة غذائية متكاملة. شغال في الأومليت بالمشروم بتفاصيله والحشوة والتوبنج بتاعنا حسب الرغبة. معانا مشروم ومعانا بصل ومعانا توم. كل التفاصيل دي أنا ببني الهرم الغذائي بداية من البيض لما قلبته مع شوية حليب وشوية دي. حلقتنا النهاردة الأكل صحي وهيلسي بنسبة كام يا عم الشيف؟ تنسيق أول ومرحلة أولى من التنسيق، يعني تعدي 80%. رؤية فن إبداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.